طبعا اليوم المعرض العلمي اللي عم تقيمه هذه المدارس يدل على مدى التطور الكبير التكنولوجي اللي عم تتمتع في مدينة حلب، وخصوصا الشباب اللي قدموا مشاريع أنا باعتقادي مستقبليا بدها تحل كثير من المشاكل اللي بيعانيها المجتمع سواء بحلب أو بسوريا أو حتى على مستوى العالم. اليوم استخدام الروبوتات بهالطريقة هي المتطورة يجب أن ينتقل ليصبح بقى ممارسة لتقديم خدمات للمجتمع، وأنا لا أشك إطلاقا بأنه هذه المدارس مدارس الألمان البروتستانت يعني مهتمة بهذا المجال، وهن مشهورين طبعا باهتمامهم بالتكنولوجيا. فأنا بتمنى إن شاء الله بكرة بالمستقبل هؤلاء الشباب سيحلون كل المشاكل التي يعاني منها من المجتمع، وهذا مهمة التدريس، هي مهمة التعليم. لذلك أنا سعيد جدا وبتمنى التوفيق لهذه المدارس، وبتمنى أن تكون طبعا قبلة لكل المدارس الأخرى في حلب وفي سوريا لتنحو نفس هذا النحو. نحن بصدد تطوير وتحديث، والتطوير التحديث ليس فقط عنوان ولكن هيدي نهج وسلك نحن لازم نسلكه، لأنه الحصار اللي موجود في سوريا من حصار اقتصادي كمان صار في له تأثيره للحصار العلمي، لأنه ما بقى في عنا الإمكانيات أنه نحن نقدر نتواصل علمياً مع الغرب ومع الخارج. من خلال مؤسساتنا التربوية نحن شفنا أنه هن في عندهم الإمكانيات المبدعة، لأنه صار في عندهم العلم متاح وهن في عندهم الأمل لمستقبل، وهيدا الأمل حط فيهم الغيرة أنه هن يبدوا بقى يعملوا اختراعات. فكل الاختراعات اللي قدموا من خلال ساينس فير السنة الخامسة هن دليل أنه في متابعة من قبل المدرسة، في متابعة من خلال المدرسين الكفؤين يلي دائما اهتمامهم روحهم وقلبهم على هالطلاب، ونحن منشوف أنه مستقبل سوريا بإيد هالطلاب. طلاب بالمرحلة الثانوية والمرحلة الإعدادية شاركوا بمشاريع علمية. نحن كشركة هيكسابيتس راعينا قسم الذكاء الصنعي في عدة مشاريع إلكترونية ساهموا فيها الطلاب، وتم إدخال الذكاء الصناعي والتقنيات الحديثة بالموضوع. أهداف المعرض إظهار طبعاً القدرات الموجودة عن جيل الشباب الجديد، وتشجيع الأجيال الجديدة لدخول بمجالات التقنية الحديثة، مجالات الإلكترونيات، الذكاء الصناعي، ودخول المجالات العلمية بشكل عام. شو مشروعك؟ شو الهدف من مشروع؟ مشروعنا اليوم هو عن سيارة الإطفاء. سيارة الإطفاء هي لحالة بتلتقط الحريق وبتطفيه من دون أي تدخل بشري. كيف بتتم العملية؟ هني الحساسات بتحسسوا للحرارة، فالمضخة هون بتسحب مي من الخزان وبترشه هون على طريق المحرك، وهون في عنا الشاشة، شاشة LCD هي بتطالع القراءات انه اذا في نار او ما في نار. هون عنا الكاميرا هي مشان مراقبه هي الحريق. مشروعي كان هي سياره ثلاثيه تتبع المسار الاسود. هو نحن برمجناه عن طريق قطعه الاردوينو اللي هي بتستقبل اشارات من حساسات تبعت اوامر لمركز القياده اللي هو بشغل محركات. هو مشروعنا مستوحى، هو نموذج مصغر عن الروبوتات اللي استعملوها بزمن الكورونا وقت اللي استعملوها لتزويد البضائع للناس اللي ما فينا تطلع لبرا.